بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة دي إن شاء الله مع مثال محلول اللي هو Solved Example 5.7 from Professor Alan Williams Book Structure Steel Design RFD SCD. عندنا Bolted Connection of Tension Member زي ما حضراتكم شايفين، عبارة عن ده Tension Member ومعاه Gusset Plate، وفي Tension Member في صف من البولت وصف آخر بالبولت، المسافة الأفقية اللي هي الجي والمسافة الرأسية اللي هي اس، ومديني المسافة البعد من الطرف ال distance horizontal و right ال distance ال not horizontal، وهنا ال او vertical وال او vertical. تمام. ابتدى بعد كده يقول لك لو انا حصل لي بلوك شير لهذه المجموعة، ايه الباترن او الباث different باث المختلفة لكل واحد. فقال لك ممكن يحصل بلوك شير بالجزء ده، وبالتالي الجزء ده اذا انفصل فالمتبقي الجزء الاخر ده اندر تنشن فورس، يبقى بالتالي ده الوجه العمودي عليه، يبقى هنا تنشن ستريسز وهنا شير ستريس وهنا شير ستريس. ده باترن نمره واحد. باترن نمره اثنين ان الجزء ده ينفصل لوحده وده ينفصل لوحده، يبقى بهذا الشكل، وبالتالي الجزء ده انفصل وده انفصل، جزئين منفصلين، الجزء المتبقي اللي هو الجزء المتعرج ده والهولز دي اللي هي نتيجه البولز. الاحتمال الاخير ان الجسد بليس يحصل له فيلير والجزء ده موجود بالكامل زي ما حضراتكم شايفين، وبالتالي البليت طار وخد معاه الاجزاء اللي هي التيرت اللي هي زي ما حضراتكم شايفين. هبتدي اعمل انفستيجيشن لكل مود، وفي الاخر خالص يقدر يحسب السترينث بتاع البلوك شير اني واحد فيهم بيديله المينيمم فاليو، وبالتالي يقدر يعتمد كفاءة التنشن ممبرز اكوردنج للبلوك شير، وبيدخلها ممكن مسألة بعد كده تيجي مسألة تانية تشمل اليلدينج وتشمل الفراكشر وتشمل البلوك شير، وبتختار في الاخر اقل قيمه من هذه القيم. المثال 5-7 اللي هو بلوك شير اند بولتد كونكشن بيقول لك ديتيرمن ذا بلوك شير سترينث اوف ذا كونكشن شون ان 5-5A اللي احنا كنا بنبص عليها الباترن المختلفه. بوث ممبرز هاف ا ييلد ستريس 36 كي اس اي وتنسايل سترينث 58 كي اس اي. ذا تنشن ممبر ثيكنس از half inch، the gusset plate thickness T gusset بيساوي 1 inch، يبقى ده 1 inch وده نص inch، and the bolts are 7-8 inch diameter، the relevant dimension are S بتساوي 3 inch للمسافة الرأسية، وال G بيساوي 2 inch، وال L horizontal يمين وشمال 2 و vertical فوق وتحت 2 inch. بنكتب المعلومات بتاعتنا الـ F yield والـ F ultimate والـ phi، وبعدين بنجيب الدايمتر اللي احنا بنخصم منه بتاع البولتات. عندنا البولت 7-8 هنضيف عليه 8 يبقى عندنا 1 انش فور بولتس. نشوف الشريحه اللي بعد كده ان شاء الله. نبتدي بالاول بالمود بي اللي هو البلوك شير، واخد المجموعه المسامير دي اللي هو التير اوت، نجيبها على جنب، نرسم الجروس بتاعها وبعدين نخصم المسامير. نشوف الاول البعد، البعد الاس، الاس المسافه الرأسيه عندنا هنا 3 وعندنا الجزء اللي فوق 2 يبقى الارتفاع بيساوي 5 اهو. تعال نشوف المسافه الافقيه مع بعض. المسافه الافقيه اللي هو مسميها جي، هاتو جي بتساوي 2 انش، ال 2 انش، يبقى انت عندك تنشن، تنشن فورس بيشد كده، يبقى عندي هنا تنشن، هنا شير وشير وتنشن، شير وشير وتنشن. طيب ندخل بقى المسامير بتاعتنا، عندي هنا مسمار 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 بتاع في الكورنر، يبقى الجزء بتاع هيمشي كده فكده ويروح لافف عليه المسمار وجاي، ولافف على المسمار ورايح ولافف وجاي وهكذا. نبتدي الاول بالاريا جروس بتاع الشير. الاريا جروس بتاع الشير نشوف الاوجه اللي تحت تاثير الشير، يعني زي ما اتفقنا وجهين، كل وجه فيهم
ارتفاعه 5 والسمكة نص، في عدد 2 يبقى 2 في 5 في نص يساوي 5 انش سكوير. الخصومات عندنا هنا دامتر ودامتر، ادي 2، وعندنا هنا نص ونص، ادي 3 دامتر، كل دامتر 1 انش. نرجع نضربه ايه في السمكة اللي هي نص انش بتاعت التنشن ممبر، يبقى الخصومات 3 في نص، يعني 1.5، بخصمهم من الجروس يعني يديني 3.5. يبقى انا خلصت من ايه؟ من الشيب. انا اشوف السكشن العمودي على اتجاه القوه اللي هو تحت تاثير التنشن ستريسز، الجروس بتاعه 2 في نص بواحد، والخصومات 2 نص دامتر، يعني دامتر واحد، الدامتر الواحد بيساوي 1 انش، والسماكه نص يبقى هخصم منه نص، وبالتالي يبقى 1 ناقص نص يساوي نص. بنجمع المعلومات هنا، يبقى area gross v الخمسة اللي هي دي، والarea gross area net v اللي بتاعت الشير 3.5، والtension face الarea gross 1 والarea net اللي هي مطلعينها بنص. تعالى بقى نشوف ايه الباترن التاني اللي هو، او قبل الباترن التاني نبتدي نجمع الداتا بتاعتنا. جمعنا الشير اهو والاريا نت، كتبنا الاف يلد بتساوي 36 كي اس اي، والمود بتاعنا بي، والاف الت من 58. طيب انا عندي اليو بي اس هنا بيساوي ايه؟ بيساوي 1 عشان الجاست بليت، ودي المعادله الام اللي احنا بنشتغل عليها. بناخد الابر ليميت اللي هو 6 من 10 اف يلد، عشان الاف يلد 36 في الاريا جروس في اللي هي دي اللي هي الخمسه، زائد اليو بي اس اللي هي الواحد مضروب في الاف التمت 58 في الاريا نت بتاعت التنشن اللي هي النص. ده الابر ليميت، تمام. المعادله اللي احنا بنقارن بيها 0.6 اف التمت اريا نت بتاعت الشير زائد اليو بي اس اللي هو نفس المعامل ده، نكتبها مع بعض. 6 من 10 في اف فيلد اللي هي 36، سوري، اف فيلد اف التمت 6 من 10 اف التمت اللي هي 58 في ال 3.5 اللي هي اريا نت بتاعت الشير، زائد الجزء ده اللي هو 1 في 58 في نص اللي هو ده. نجمع الجزء الاولاني بتاع الابر ليميت، 6 من 10 في 5 في 36 زائد 1 في 58 في نص بيديني 137، ده المفروض الابر ليميت بتاعي. الجزء اللي هو الطرف الشمال من المعادله، 6 من 10 في 58 في 3.5 زائد الواحد ضرب ال 58 ضرب الاريا نت بتاعت التنشن اللي هي النص يديني 150، ده المفروض يكون اقل من او يساوي ده. يبقى الار ان او البلوك شير سترينث اللي داخل فيه التنشن والشير بياخد المينيمم من ال 137 او ال 150.8، بياخد ال 137. لغايه دلوقتي ما ضربناش في معامل على اساس ان احنا بنختار الرقم الادنى. نروح نشوف المود الثاني اللي هو مود سي. المود سي اللي هو بياخد الطرف الشمال والطرف اليمين من السكشن، وبالتالي الجزء ده اللي هو اللي هيطلع من التنشن ممبر، والجزء ده اللي هيطير جزئين، بناخد جزء واحد بنحسب له الجروس والنت ونرجع نضرب فيه 2، ده الجروس. نشوف الاول المسافه، مسافه الجي بتساوي 2 بدل المسافه الافقيه، و المسافه الراسيه الاس بتساوي 3. طب الباترن بتاعنا طالع فوق وايه وكسر رايح يمين، يبقى عندي هنا الثلاثه زائد الاثنين ادي 5 ارتفاع، والمسافه الافقيه اللي ايه هورزونتال اللي هو مديها لنا 2، يبقى 5 في 2 ده الجروس. تعال نخصم المسامير، نرسم برضو نفس الرسم ونيجي عند الحواف بتاعت المسامير نعمل كده. عندنا التنشن فورس كده، وبالتالي عندي وجه واحد شير وعندي وجه واحد تنشن، وجه شير وجه تنشن. الاريا جروس بتاعت الشير بتساوي الخمسة في السمكة اللي هي نص، تمام، ادي 2.5، نخصم منها دايمتر ونص دايمتر، ادي ايه 1.5، 1.5 في 1 في نص، ادي 3 على 2 في نص، خصمناهم من ال 2.5 يديني 1.75. عندي هنا 2 بليت، نبتدي ايه نحسب
ناقص لنا الجزء بتاع التنشن. الجزء بتاع التنشن الجروس بتاعه 2 في نص بواحد. طب التقسيمه بتاعته نص دايمتر مضروبه في نص يبقى ربع دايمتر، والدايمتر بيساوي 1 انش يبقى ربع، يبقى 1 ناقص ربع يساوي 75%، اضرب في 2 يبقى دي المعلومات بتاعتنا 1.5. نبتدي ايه نكمل ونحسب الار نومينال في الشريحه اللي بعد كده ان شاء الله. كتبنا كل المعلومات وكتبنا المود سي، هنبتدي ناخد الابر ليميت اللي هي 0.6 اف يلد، اريا جروس بتاعت الشير زائد اليو بي اس في الاف التيميت الاريا نت بتاعت التنشن، ادي 6 من 10 في الاف يلد 36 في الاريا جروس بتاعت الشير اللي هي الخمسه زائد الواحد يو بي اس في ال 58 اللي هي الاف التيميت في الاريا نت اللي هي 1.5 بتاعت التنشن، جمع دول بيطلع 195، ده الابر ليميت. الجزء الطرف الاخر الايسر من المعادله 6 من 10 اف التيميت 58 الاريا نت بتاعت الشير اللي هي 3.5 زائد نفس المعادله دي يعني هتنزل تاني 121 28 87 يساوي 208، دي المفروض تكون اقل من دي، وبالتالي بما انها ازيد بناخد المينيمم minimum of 2 quantity هيطلع 195 كيبس، يبقى ده البلوك شير سترينث بتاع المود سي. هو ما حسبش المود بتاع البليت، قال لك لانه القيمه بتاعته كبيره جدا. ليه؟ دخلت البليت بيساوي 1، لو احنا حسبناه مع حضراتكم عندنا المسافة دي هنا 2 بوصة لأن المسافة الأفقية جي، والارتفاع نشوف باترن الارتفاع ده واخد من أول هنا لغاية هناك، عندنا الإس هنا ب3 وعندنا اللي هنا 2 أدي 5. تعال نشوف الجروس، عندنا وجهين هنا الجروس 2 أدي 5 في 2 وجهين في تخانة البليت 1 تديني 10 إنش تربيع. هنخصم منهم مين؟ هنخصم منهم واحد واحد ونص ونص ادي ايه 3، 3 في 1 الدايمتر في السمكة 1 بقينا وصلنا 3 يبقى 7 انش تربيع، طبعا قيم كبيرة. تعال نشوف بقى التنشن اخباره ايه. التنشن اللي هو الوجه ده اللي هو 2 بوصة في 1 بوصة يديني 2 انش سكوير، هنخصم منه مين؟ هنخصم منه نص ونص بواحد، واحد ضرب الواحد يبقى 1، فكأن ده هيبقى النت فاليو بتساوي 1. نحط القيم مع بعض، الكيس بتاعت البي ادتني 137 والكيس بتاعت السي ادتني 195 والكيس الثالثه طبعا ادتني رقم كبير، بناخد اقل قيمه اللي هي 137. خدنا ال 137، هنبتدي نروح نجيب التصميم بتاعنا. هتشتغل ال ار في دي ولا اسد؟ ال ال ار في دي يبقى عندك 0.75 هتضربه في ال 137 ديك 102.75 ابروكسيمتلي 103 كيبس. اذا هتشتغل بالاي اس دي يبقى المعامل بتاعك لو ضربتهم في الاثنين مع بعض بيساوي 1.5، يبقى ده الاوميجا الاثنين بس ده بيتقسم، يبقى ناخد نفس ال 137 على الاثنين هديني 68.5 كيبس ابروكسيميتلي 69 كيبس. كده وصلنا الى نهايه المساله، اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.